للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ خالد أسقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية. أستاذ عميد، برحب بحضرتك معنا إلى هذه التغطية. دكتور خالد، يمكن اليوم هو ذكرى مرور 153 عاما على افتتاح قناة السويس، وهي يمكن تعد أقصر طريق يربط ما بين الشرق والغرب إلى جانب موقعها الجغرافي الفريد. يعني لو نسلط الضوء بشكل أكبر عن أهم مميزات قناة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، ويعني منقول دايما في أعلى المناصب العالمية في صناعة النقل البحري وأعلى المراكز هي قناة السويس. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي إن هي أقصر طريق، إحنا كمان بنتكلم على عدد كبير من المميزات اللي بتتمتع بيها كمجرى ملاحي مقارنة بكل الممرات الملاحية العالمية الموجودة. درجة الأمان على مدار 153 سنة حتى بالحوادث اللي بتحصل أو الأعطال لا تقارن بالممرات الأخرى ولا تقارن بهذا التاريخ. الخبرات المتراكمة في الإدارة الحقيقة المتميزة لكل الكوادر الموجودة في هيئة قناة السويس. بنتكلم على قناة بتعمل 24 ساعة ملاحيا، بنتكلم على قناة بتربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، بنتكلم على منسوب مياه ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بنتكلم على أعماق تتناسب مع جميع أنواع السفن اللي موجودة بأحجامها بالتطور الكبير اللي حاصل. فالحقيقة قناة السويس عاملة قصة نجاح على مدار 153 سنة، بتخدم كل تجارة العالم، بتخدم التجارة البحرية، بتؤثر بشكل كبير على حتى الأسعار اللي موجودة سواء كانت لمنتجات أو إذا كانت سلع بتعبر من خلال قناة السويس. طيب خلينا نتكلم عن يعني الفترة الماضية، شهد العالم ليس فقط مصر العديد من الأزمات التي ألقت بظلالها على دول العالم أجمع. كان على رأس هذه الأزمات طبعا جائحة كورونا، وأثرت على حتى الدول المتقدمة والدول الصناعية. في هذا التوقيت يمكن مصر استطاعت بشكل كبير أن تحافظ على معادلات نمو إيجابية وفي نفس الوقت الحفاظ على حياة المواطن المصري. لو تحدثنا عن قناة السويس يمكن ليها أهمية اقتصادية كبيرة وبيئية بالنسبة لمصر، خلينا نتكلم كيف استطاعت في هذه الفترة قناة السويس عن تسجيل مزيد من عبور السفن وتجاوز حتى أعداد السفن في هذه الفترة. الحقيقة قناة السويس لعبت دور في جائحة كورونا وفي الأزمات العالمية بصفة عامة، لأنها النقل البحري الحقيقة لم يتوقف أسوة بأنماط النقل الأخرى زي النقل الجوي اللي تأثر بشكل كبير جدا. بالعكس، زاد الطلب للحفاظ على الإمداد الكتير من المنتجات وكتير من السلع اللي بيحتاجها العالم في وقت الأزمات، وده كان واضح جدا من خلال الرؤية الاستراتيجية الحقيقة للدولة المصرية في سواء كانت ازدواجية القناة في الشمال أو مشروع توسعة القطاع الجنوبي للقناة. ده كان متماشي مع زيادة الطلب العالمي اللي موجود، بيتماشى مع أحجام السفن كمان اللي موجودة، وده هيظهر في أعداد السفن اللي عدت النهاردة. بنتكلم على أكثر من 22 ألف سفينة مقارنة من أربع سنوات كنا بنتكلم على 17 و18 ألف سفينة. أحجام السفن كمان العابرة مختلفة من حيث الحجم، الإيرادات للقناة كمان زادت، وبالتالي ده متماشي مع الدور الاستراتيجي للقناة الحقيقة في خدمة دول العالم وتجارة العالم خاصة في الأزمات. طيب خلينا نتكلم يمكن دكتور خالد بشكل أكبر عن المنظومة أو حتى الآلية التي تتبعها قناة السويس في دعم سلسلة الإمداد العالمية، فضلا طبعا إلى الدور المحوري في حركة الملاحة والتجارة في العالم. الحقيقة قناة السويس بتلعب دور استراتيجي مهم في سلاسل الإمداد العالمي، ودي جاي من خلال مجموعة من السياسات اللي بتبدأ تطبقها. لو هناخد على سبيل المثال وليس الحصر، بنتكلم على سياسة الخصومات اللي بتمنحها لأنواع معينة من السفن أو لسفن رايحة لمناطق جغرافية معينة زي الساحل الغربي الأمريكي أو بعض دول أوروبا الغربية. نعم. وبعض كمان التكنولوجيات اللي ابتدت تطبقها للحفاظ على سلامة الملاحة اللي موجودة في القناة. تفضل حضرتك. فهي مجموعة كبيرة جدا من الاستراتيجيات بجانب طبعا تحديث الأسطول والكراكات والتكريك والتعميق
اللي موجود في المجرى الملاحي. طيب يمكن الفترة الماضية قناة السويس يعني حصدت العديد من الإشادات الدولية، ليس فقط إشادات حتى على المستوى العربي أو الإفريقي لكن على مستوى العالم. كان من أبرز هذه الإشادات طبعا وكالة فيتش وصحيفة إيكونومست وحتى البنك الدولي. كيف تقيم كل هذه الإشادات التي نالتها قناة السويس في الفترة الماضية؟ طبعا التقييمات الدولية والإشادات الدولية اللي حصلت ما هياش بالأمر الغريب لخبرات متراكمة أكثر من 150 عام من الخبرة في إدارة وتسيير حركة السفن والملاحة وما يتبعها من خدمات لوجستية موجودة تخدم سلاسل الإمداد العالمية. ويمكن شفنا ده واضح في حادثة إيفر جيفن في وقت قياسي دون أي ضرر لبدن السفينة أو للبضائع حصل ولا حتى للقناة، تم معالجة الأمر وتسيير حركة التجارة العالمية وتأثير ذلك على الأسواق العالمية الموجودة. فالإشادة دي الحقيقة هي بتعكس الخبرة المتراكمة الموجودة في إدارة قناة السويس. طيب وتأكيدا على كلام حضرتك يا دكتور خالد، هي قناة السويس هي تعتبر من أهم الممرات التجارية والبحرية وأكثر ازدحاما في العالم، كيف ممكن أن نسلط الضوء بشكل أكبر عن الأهمية التجارية لقناة السويس؟ بص حكي، احنا عندنا ما يقرب من 92% من تجارة العالم من حيث الكمية بتنقل بحرا، وتمثل ما يقرب من 86% من حيث القيمة. اللي بيعبر القناة ما بين 8 و10%، وقد تصل إلى 12%، بتختلف طبعا من سنة إلى أخرى. وبالتالي إحنا بنتكلم على ممر ملاحي مزدحم بحركة السفن، ده طبعا راجع لعدة عوامل منها الموقع الاستراتيجي لمصر ولقناة السويس في قلب العالم وعلى يعني في قلب خريطة النقل البحري العالمي، وكمان راجع لعدة عوامل هي اللي اتكلمنا عليها، السياسة أو حتى العوامل القياسية أو الفنية للممر الملاحي. وبالتالي لو احنا بصينا على ممرات العالم سواء الحالي أو اللي مزمع إنشائها، سواء كانت قنوات ملاحية أو خطوط برية أو سكك حديدية أو خطوط أنابيب، لأن دي ممكن كلها تكون طرق تنافس القناة وليست بضرورة تكون ممر ملاحي، هنلاقي قناة السويس ما زالت وستظل هي المرتبة رقم واحد عالميا كأكثر ممر ملاحي، كأكثر ممر أمانا، كأفضل ممر لسلاسة مرور السفن والبضائع حوالين دول العالم. وده يخليني أسألك يا دكتور خالد، يعني ما هي الأسباب التي جعلتها أكثر سهولة وأكثر ازدحاما على مستوى العالم في كيفية نقل هذه البضائع بحريا عن طريق طبعا أوروبا وإفريقيا وحتى دول الشرق الأوسط والشرق الأقصى، ما هي الأسباب التي جعلتها تحتل رقم واحد على مستوى العالم؟ في أسباب خارجية وأسباب داخلية. لو بصينا على الأسباب الخارجية، تأتي على مرتبتها رقم واحد هو حجم الطلب، حجم الطلب في تزايد وأنماط الطلب والتجارة العالمية اللي احنا بنتكلم من الشرق الأقصى اللي هي تتمثل في الصين والهند وكوريا الجنوبية وغيرها وتايوان وغيرها من دول يعني لها حجم طلب وحجم عرض كبير جدا. وعندنا كمان الطلب العالمي اللي موجود سواء كان في دول القارة الأوروبية أو إذا كان بنتكلم على الأمريكتين. وبالتالي العامل الخارجي الأساسي والرئيسي هو زيادة حجم الطلب وأنماط حركة التجارة، وده لو بصينا على الأنماط النقل الأخرى زي خطوط السكك الحديدية اللي بتربط الصين بالقارة الأوروبية عبر روسيا وعبر آسيا، لو بصينا على خطوط الأنابيب لا تستوعب هذا الحجم الكبير من التجارة. وبالتالي وطبعا مع المميزات اللي بتتمتع بها النقل البحري من رخص الأسعار ومن الكميات الكبيرة، فكل دي عوامل خارجية ساعدت. العامل الداخلية هو اهتمام القيادة السياسية واهتمام الدولة بتطوير هذا المرفق العالمي، سواء كنا بنتكلم على تطوير تكنولوجي، النهاردة بنتكلم على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في إدارة القناة وفي العبور بالقناة وخدمة السفن والتواصل مع السفن. طب خليني أخذ معلش من كلام حضرتك دكتور خالد مسألة التكنولوجيا والابتكار، ومع تطور الابتكار ومع تطور وتوافر العديد من الحلول الابتكارية، كيف ممكن توظيف الابتكار لخدمة قناة السويس في هذا التوقيت؟
الحقيقة في ابتكارات تكنولوجية وتطبيقات تكنولوجية عديدة حديثة اللي هي بتتعلق بسلامة السفن، بالسرعات، بالتواصل مع طاقم السفينة ومع ربان السفينة من خلال التواصل المستمر سواء كان لعوامل جوية أو عوامل بحرية. بنتكلم كمان على الأطوال السفن وأحجامها وأعدادها، مدى ما يسمى بالفيجواليزيشن اللي هي الرؤية الكاملة بالنسبة للممر الملاحي سواء من قبل دخوله أو أثناء العبور أو بعد حتى خروجها من قناة السويس. كذلك ما تتطلبه هذه السفن من خدمات ممكن نستخدم فيها كمان التكنولوجيا، سواء كنا بنتكلم على خدمات تموين السفن أو صيانة السفن أو غيرها حتى بالنسبة للبضائع، كلها بتخش فيها التطبيقات التكنولوجية الحديثة اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وغيرها من تكنولوجيات مبتكرة. طيب يعني خليني أقول لحضرتك، وانت بتتحدث الآن ذكرت نقطة هامة وهي مسألة نظرة الدولة المصرية. يمكن نظرة الدولة المصرية كانت ثاقبة جدا وكانت استباقية في العديد من المشاريع التي أقامتها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس رئاسة الجمهورية. كان من أهم هذه المشاريع العملاقة هي طبعا قناة السويس التي جعلت الاقتصاد المصري يصمد أمام العديد من التحديات والعديد من الأزمات زي طبعا جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. كيف تقرأ هذه النظرة الاستباقية لمشروع قناة السويس على وجه التحديد؟ الحقيقة دي بتدل على وجود رؤية استراتيجية سابقة، يعني كانت في عام 2015 بنتكلم على رؤية لست سبع سنوات بنشوفها بتتحقق النهاردة من خلال زيادة أعداد السفن أو الإيرادات اللي موجودة. رؤية في ازدواجية القناة بتقليل حتى وقت مرور السفن وزيادة أعدادها، رؤية بتطوير شغالين حاليا في القطاع الجنوبي للقناة عشان تتناسب وتتلائم مع السفن العملاقة الجديدة من حيث العرض ومن حيث الطول وحتى من حيث يعني تجنب أي جنوح لبعض السفن مستقبلا. النهاردة احنا بنتكلم على رؤية استراتيجية لهذا الممر من سنوات، الحقيقة يعني كانت رؤية ثاقبة للقيادة السياسية. صحيح. بأهمية هذا المرفأ ليس لمصر فقط وليس للمحيط لمصر، لكن بنتكلم على كمان على كل دول العالم. هذه القناة التطوير فيها وكل تطوير وكل يد تمد في هذه القناة لحفر أو تكريك أو لتوسعة هي بتؤثر بشكل غير مباشر على جميع دول العالم، بتؤثر على كل مستهلكين العالم لأنها بتؤثر بشكل كبير على تجارة العالم من حيث الوقت وصولها للأسواق، من حيث التكلفة لأن وقت الانتظار ده بيكلف كتير بالنسبة للسفن الخطوط الملاحية وتحمل على أسعار البضائع، وبالتالي هذه الاستراتيجية ويمكن ما جعل قناة السويس أكثر سهولة عن باقي الطرق. أنا بشكر حضرتك. صحيح. شكرا جزيلا دكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.